تمام، في أي سؤال so far؟ إحنا لساتنا يعني بنحط حالنا بالجو تبع الكورس. الأسبوع الماضي طلعنا على introduction سريعة، بعض التعريفات وبعض الهيستوري من chapter 1. طبعا في مواضيع أو في موضوع مهم من chapter 1 أنا نطيت عنه، عادة بفرد له يعني جزء خاص اللي هو موضوع البرفورمانس، كيف أقيس البرفورمانس تبع البروسيسور، فراح أرجع له إن شاء الله later. بلشنا برضه المرة الأسبوع الماضي نتطلع على الـ chapter 2. chapter 2 يعني زي ما حكينا هو يعني تقريبا بشكل ثلث الكورس أو أكثر شوي من ناحية وقت نقضيه في chapter 2، اللي هو من خلاله راح نستعرض مجموعة من المواضيع. من أهم هاي المواضيع اللي هو الـ MIPS Instruction Set Architecture، اللي هي راح ناخذها مثال فعليا على واحدة من الأمثلة الكثيرة الموجودة في السوق على الـ Instruction Set. واللي بتذكر معاي من Chapter 1 لما حكينا عن تعريف الـ Computer Architecture، إنه تصميم الـ Instruction Set هو عادة أول خطوة ببلش فيها في تصميم البروسيسور، اني احدد هذا البروسيسور شو انواع الانستركشنز، شو انواع العمليات اللي بيسويها، كيف بيحكي مع الميموري، كيف بيحكي مع الانبوت اوتبوت ديفايسز اند سو اون. فهذا الشيء اللي هو الانستركشن سيت اركيتكتشر. لكن قبل ما نوصل للميبس اللي هي راح نعتمدها كاكزامبل في هذا الكورس لتصميم البروسيسورز، بدنا نمر على بعض المفاهيم والأساسيات اللي ممكن بعضكم بيعرفها لكن لابد من التذكير فيها. فبلشنا إذا بتتذكروا حكينا يعني it is your homework إنك ترجع على مادة الديجيتال لوجيك وتراجع الباينري نمبرينج سيستم، الديسيمال نمبرينج سيستم وعلاقته في الباينري، كيف أحول بيناتهم، الهكسا ديسيمال نمبرينج سيستم وعلاقته في الباينري وكيف أحول بيناتهم وهكذا، لأنه لقدام شوي رح نصير نستخدم هدول الأرقام رح نصير نحول بيناتهم. في حدا صح له يراجع يتطلع؟ يمكن دكتور أنا حضرت الفيديوهات اللي حكيت لنا نحضرهم بآخر السلايد. لا بس أنا قصدي راجعته أشياء لها علاقة في اللوجيك، الأرقام والنمبرينج سيستمز. إشي بسيط يعني. إشي بسيط يعني، لو سألنا هذا الرقم باينري كم يساوي بالديسيمال؟ هل هاي المعلومة كافية لما أحكي لك هذا الرقم في الباينري كم يساوي الديسيمال، ولا لازم أعطيك معلومات أخرى؟ لازم أعطيك فكرة شو هو هذا الرقم، صح؟ يعني هو باينري ما اختلفناش، هو مجموعة من البتس، لكن شو طبيعة هذا الرقم؟ هل هو signed number؟ هل هو unsigned number؟ هل هو floating point number؟ مظبوط؟ فلو جينا افترضنا أنه هذا الرقم unsigned، unsigned معناها كل البتس مستخدمين لتمثيل الرقم، مظبوط؟ فإذا كم قيمته هاد؟ هو 1 زائد 2 زائد 8 زائد 16 زائد 32، مظبوط؟ تذكروا كيف كنا نطلع this is position 0, this is position 1, 2, 3, 4, and 5. فكنا نحكي 1 times 2 to the power 0 زائد 1 times 2 to the power 1 زائد 1 times 2 to the power 3 1 times 2 to the power 4 plus 1 times 2 to the power 5 اللي هم 32 و16 و8 و2 و1، مظبوط؟ اللي هي كم تطلع هاي؟ 48 و8 50 59، مظبوط؟ هذا لو اني افترضت انه الرقم هذا هو unsigned number، لكن لو كان هذا الرقم signed، واتفقنا المرة الماضية انه signed معناها انا عم بحكي عن أنا عم بحكي عن two's complement أو استخدام sign two's complement للتمثيل. فلو كان نفس الرقم 1 1 1 1 0 كان 1 1 كأنه 0 1 2 3 4 5 it is a signed number، كم يساوي في base 10؟ تذكروا كيف تحولوا من signed to complement ل
منبلش من اليمين، بلش من بنخلي أول واحد ونعمل فليب للباقيين. 0 1 0 0 0. ليش بلشت، ليش اضطريت تسوي توز كومبلمنت يا سلاف؟ لأنه أول بت 1 في النيجاتيف بيكون، فهو نيجاتيف، فما بقدر أقرأ القيمة مباشرة، لازم أنا عارف إنه نيجاتيف من هذا الون، لكن كماجنتيود لازم أسوي توز كومبلمنت، فهو فعليا بيطلع ماينس 5. فلاحظ كيف اختلاف الانتربريتيشن، اختلاف الفهم والمعلومة اللي معي عن هذا الرقم هي اللي بتحدد قيمة هذا الرقم. عشان هيك راح نشوف later on الانستركشنز اللي بصممها للسي بي يو لازم تميز انه هل هي عم تتعامل مع signed numbers او عم تتعامل مع unsigned numbers. فهي نقطة حكيناها، وحكينا انه مش غلط انك تراجعها حتى تسهل الامور عليك لقدام. طبعا التحويل بالعكس، يعني you should be able to do it، يعني من decimal لباينري. طبعا احنا زي ما اتفقنا ان الكمبيوتر في النهايه ما بفهم غير باينري، هو ديجيتال ديفايس، لكن احنا كهيومن بنحب انه نستخدم نمبرينج سيستمز اعلى شوي في البيس حتى يسهل علينا في الريبرزنتيشن، زي الهكسا ديسيمال والاوكتال. فحكينا المره الماضيه هذه النقط حكيناها بشوي بتغطيها بالمثال، والبوزيتيف نمبرز والساين توز كومبلمنت نمبرز، وكيف تحول زي ما حكى سولاف. حكينا بنحب نستخدم النمبرينج سيستمز اللي لهم بيس اعلى اختصارا في الريبرزنتيشن فقط، يعني الكمبيوتر ما بفهم هكساديسيمال، الكمبيوتر ما بفهم اوكتال، والكورس هذا راح نتعامل يعني غالبا نتعامل مع الهكساديسيمال. فالتحويل من هكساديسيمال لباينري ومن باينري لهكساديسيمال بيتطلب مني اعرف التحويلات للأرقام من 0 ل 15 في الباينري، من 0 إلى 15 في الباينري، وكيف شكلهم بالهكسا ديسيمال. As long as I know this، بسهولة بقدر أنتقل بين two numbering systems. فحتى أحول من باينري لهكسا ديسيمال أنا ما علي غير أسوي grouping in fours وأبدل كل أربعة بالهكس equivalent تبعهم، والعكس صحيح، لما بدي أحول من هكس لباينري ما علي غير اني ابدل كل هكساديسيمال ديجيت باربعه بتس بالباينري، باربعه بتس بالباينري حسب التيبل الموجوده عندي هون. فديس از برضه يعني وي نيد يعني تو براكتس ذس حتى تكون بعض الامور البسيطه، يعني احنا ما راح نتعمق في الموضوع، بس تحويلات بسيطه حتى نقدر نفهم بعض الامور. برضه حكينا عن الفونوميان اركيتكتشر، وحكينا هو عباره عن اركيتكتشر تم وضعه من قبل جون فونوميان في 1945، واللي هو ببساطه كيف انك تشبك الديفرنت كومبوننتس مع بعض اللي بتمثل الكمبيوتر. فالفونوميان اركيتكتشر ببساطه حكينا بيستخدم مجموعه من الشيرد وايرز، او في عالم الكمبيوتر بيسموهم او بتتذكروا الباسز. كل مجموعة أسلاك تحمل معلومات من نوع معين اسمها بس. فعشان هيك حكينا المرة الماضية في عنا إشي اسمه داتا بس، في عنا إشي اسمه كنترول بس، في عنا إشي اسمه أدرس بس. وفي الفينومين أركيتكتشر هدول البسز are shared، يعني كل الكومبوننتس الموجودة في الكمبيوتر بيستخدموا نفس الأسلاك. وهذا الكلام معناه إنه ما بصير أكثر من اثنين يسووا ترانزاكشن أو يحكوا مع بعض على الباص بنفس الوقت، وهي فعلياً هذه من عيوب الفينوميان أركيتكتشر. حكيت لكم إذا بتحب تروح تطلع على الهارفارد أركيتكتشر، الهارفارد أركيتكتشر بالإكستريم كيس تبعه إنه كل تو كومبوننتس بالسيستم في بيناتهم dedicated or private buses، ما حدا بيشاركهم فيهم. ف that's why الهارفارد أركيتكتشر يعني مناسب لل high او real time systems، لانه ما في يعني حدا يقطع حدا بالكلام، ما في حدا يستنى حدا حتى يخلص حتى يقدر يحكي مع جهة معينة على الباص. لكن الهارفارد أركيتكتشر اكيد it's more complex it's more expensive، لانه بدك وايرز اكثر، وبدك يعني انت هون عادة بيكون في انترفيس او سيركت عشان تقدر تحكي مع الباص.
فكل ما زاد عدد الباسز كل ما زاد عدد الانترفيسز اللي راح تحتاجهم، يعني الهاردوير المسؤول عن عملية الكوميونيكيشن. فذاتس واي الهارفارد اركيتكتشر از مور اكسبنسيف اند مور كومبلكس. برضه في جزئية مهمة جدا في الفينوميان اركيتكتشر حكيتها بسرعة المرة الماضية، انه الفينوميان اقترح اللي هو الستورد بروجرام كونسبت. وشو فكرة يعني الستورد بروجرام كونسبت؟ انه البرنامج تبعي اللي هو الشيء اللي نعرفه الان، البرنامج تبعي يكون مخزن، ولما بدي انفذه اجيبه من المكان المخزن فيه واحطه في الميموري وابلش انفذ في الانستركشنز الموجوده فيه one by one after another. طيب شو الشيء الجديد في الموضوع؟ ما هذا اللي موجود. لا، قبل ما يكون الستورد بروجرام كونسبت موجود كان في شيء اسمه البروجرام كنترولد كمبيوترز، يعني كمبيوتر حتى يعني اني استخدمه. مثلا كان في شيء اسمه البنش كاردز، البرنامج تبعي بطبعه على شكل فتحات سبيشال برينتر على كرت، بدخله في الكمبيوتر وبصير البرنامج الكمبيوتر يقرأ الانستركشنز اللي محفورة على هذا الكرت. فأنا كنت هون أتحكم بالكمبيوتر بالبرنامج تبعي، بعطيه البرنامج تبعي فيزيكلي. بينما فينوميان اقترح هذا الكلام إنه يكون البرنامج مخزن إلكتريكلي، بصير له لودينج في الميموري وبتنفذ من قبل البروسيسور. حكينا زي ما حكينا عن الباسز، الداتا من اسمه وظيفته يحمل الداتا اللي بتنتقل من جهة لأخرى على الوايرز هدول. الادرس بس وظيفته يحمل رقم أو فاليو معينة تمثل عنوان الجهة اللي بدي أحكي معها. يعني لما السي بي يو بده يحكي مع الميموري لازم يحدد الادرس اللي بده يحكي معها، فبيبعثوا هذا عن طريق مجموعة مخصصة من الأسلاك اسمهم الادرس بس. والكنترول بس وظيفته يحمل مجموعة من الإشارات أو مجموعة من البتس بتتحكم بتتحكم في عملية نقل المعلومات بين أي جهتين على البس. وهذا الكلام راح نشوفه later on. يعني بالكمبيوتر سيستم عندنا في كتير كنترول بسز، في كتير كنترول سيجنالز بتتحرك على الكنترول بس حتى تسوي synchronization وتسوي coordination between the different entities that exist or that connect to the bus. تمام، فهذا كان آخر إشي حكيناه، يعني حبيت أمر عليه بشكل سريع. خلينا نروح على مفهوم آخر بلزمنا قبل ما ندخل في MIPS Instruction Set Architecture، اللي هو مفهوم الميموري. كلياتنا familiar مع مصطلح ميموري اللي هي الذاكرة، اللي هي المكان اللي الكمبيوتر بحط فيه المعلومات temporarily بشكل مؤقت، وتحديداً إذا عم بحكي عن المين ميموري داخل الكمبيوتر سيستم أو الرام. الآن لو جينا نحاول نفهم هاي على very high level، هذه الميموري كيف شكلها من جوا، كيف مكونة من جوا، عبارة عن إيش؟ لو بدي أوصف الميموري اللي موجودة داخل أي كمبيوتر سيستم ب very abstract view، يعني بشكل مجرد، لا بدي أطلع على الإلكترونيكس تبعها ولا على اللوجيك جيت، بس هي عبارة عن إيش؟ إيش ممكن يعني كيف ممكن أتصور الميموري؟ ممكن زي array تكون array إنه إله address لكل مكان فيه. Yeah. يعني ببساطة يا سلاف إنه الميموري هي عبارة عن مجموعة من الأسطر، مظبوط array، ومجموعة من الكولومز. الأسطر هم عبارة عن كل سطر فيهم بيقدر يخزن مجموعة من البيتس أو هو فيه مجموعة من الكولومز. فإذا على الـ very high level الميموري بكل بساطة هي عبارة عن مجموعة من اللوكيشنز أو الروز زي ما حكى سولاف، بس المصطلح الدارج اللي هو اللوكيشن. فعندي مجموعة من اللوكيشنز، وكل لوكيشن is capable of holding certain number of bits. ممكن يكونوا 3 bits، 10 bits، 1000 bits، اللي هو بنسميه هذا الـ width تبع الميموري أو الميموري width، عرض الميموري. فممكن يكون عندي one location، ميموري مكونة من one location، ممكن يكون عندي m locations. فإذا بتطلع هون أنا في عندي m locations بقدر أخزن في كل واحد فيهم n bits، فبالتالي this is an m times n memory. إنه فيها M locations وفيها كل location بيقدر يخزن N bit. طبعاً هدول location حتى أقدر أميزهم عن بعض، كل واحد منهم إله address. This is address
أو رقم إذا بدك تسميه رقم السطر، لكن المصطلح في عالم الكمبيوتر this is the address of the location. This is address 0, this is address 1, this is address 2. فconceptually الميموري هي هذه، هي عبارة عن مجموعة من الأماكن، في كل مكان بقدر أحط عدد معين من البتس. وطبعا عدد البتس اللي بنحط في اللوكيشن واحد متساوي مع باقي اللوكيشنز، يعني الميموري عادة uniform in terms of width. تمام؟ فالبروسيسور الآن بيقدر يسوي بيقدر يسوي عمليات على هاي الميموري، بيقدر يروح على هاي الميموري ويروح على تحديدا لوكيشن معين، مثلا هذا اللوكيشن، ويقرأ الكونتنت تبعته أو يسوي لود للكونتنت تبعته، يعني يقرأ من الميموري. ممكن البروسيسور يروح على لوكيشن معين، مثلا يروح على هذا اللوكيشن ويخزن عليه ان بيتس، عدد من البتس اللي هم بنسميهم read write operations. read write operations. طيب السؤال الآن، إذا كانت الميموري هيك شكلها وكانت هذه هي العمليات اللي البروسيسور بيقدر يسويها، إيش الانترفيس اللي بحتاجه على هذا البلوك حتى البروسيسور يقدر يحكي مع الميموري؟ يعني لو تخيلنا عملية الريد، البروسيسور بده يروح على الميموري وتحديداً على لوكيشن معين بأدرس معين ويقرأ محتوياته، إيش في مداخل ومخارج، إيش في انترفيس على هذا البلوك حتى البروسيسور يقدر يسوي هاي العملية، قراءة من الميموري أو لودينج من الميموري؟ شو لازم البروسيسور يسوي؟ لازم يعطي الميموري الأدرس تبع البلوك أو اللوكيشن اللي بده يقرأه، ولازم بعدين الميموري تتجاوب معه وتحكي له شو بدك تسوي في هذا الأدرس. يحكي لها والله بدي أسوي read operation، فالميموري تحكي له أوكي راح أعطيك معناته الكونتنت تبعت هذا اللوكيشن. فعادة الميموري سيستم في له مجموعة من المداخل والمخارج، في له انترفيس حتى الناس اللي برا الميموري يقدروا يستخدموا هاي الميموري. فمبدئيا في عندي 3 interfaces، في عندي مجموعة من الانبوتس بتمثل الادرس، فأنا البروسيسور حتى يحكي مع لوكيشن معين لازم يبعث الادرس تبعه، لازم يحدد شو نوع الاوبريشن اللي بده يسويها، سواء كانت ريد او رايت اوبريشن، وبعدين بناء على الادرس بناء على الاوبريشن تو بي بيرفورمد الميموري بتتجاوب مع هذا. اما اذا كانت ريد اوبريشن بتقرا الداتا من برا من هون بتوديها على اللوكيشن المطلوب، او اذا كانت بتطلعها لبرا، او اذا كانت رايت الميموري فعليا راح تاخذ الداتا اللي جاي من برا وتخزنها على اللوكيشن سبيسيفايد باي ذا ادرس. فاذا فعليا البروسيسور حتى يحكي مع الميموري لازم يعطيها ادرس الموقع اللي بده يحكي معه، طبيعه الاوبريشن اللي بده يسويها، اذا كانت ريد بتوقع من الميموري ترجع له داتا، اذا كانت رايت الميموري بتتوقع من البروسيسور انه يكون حاطط داتا على هذا الانبوت بحيث انها تقراها وتوديها لللوكيشن المطلوب. تمام؟ فهذه فكره عامه عن الميموري، وراح نرجع نشوفها اوفر بهذا اوفر اند اوفر بهذا الشابتر. برضه مفهوم مهم اللي هو في قبل ما ندخل في الانستراكشن سيت، اللي هو البروجرام اكسكيوشن، كيف بيتم تنفيذ البرامج اللي بنكتبها احنا للبروسيسور. لان اي برنامج بكتبه انا، اذا بنتذكر مع بعض بالسي مثلا او بالجافا او whatever، البرنامج مكون عاده بيكون فيه داتا وفيه الانستراكشنز او الاوبريشنز اللي انا بدي انفذها او اخليها تتنفذ على الداتا اللي موجوده داخل البرنامج. فالان عاده انا بكتب برنامج بكوماندز معينة أو instructions معينة والداتا تبعها، بعدين بنفذ هذا البرنامج. الآن كيف بتم تنفيذ هذا البرنامج؟ فعلياً بناء على الـ stored program concept، البرنامج اللي بكتبه has to be loaded في الميموري، راح يروح على الميموري قبل ما يبلش تنفيذ البرنامج. الآن حتى أنفذ الانستركشنز اللي موجودين، فلو بدي اجي ارسم هون على جنب بس، يعني this is the memory، فعاده انا قبل ما انفذ البرنامج راح اروح على لوكيشن معين واحكي له these are my instructions، هدول اللوكيشنز فيهم الانستركشنز، هدول اللوكيشنز فيهم
الداتا. فذيس از انستركشن مثلا رقم واحد، انستركشن رقم اثنين، ثلاث، اربعه، خمسه، وهكذا. وهذه مثلا فاليو 1، فاليو 2، فاليو 3، وهكذا. الان حتى يقدر البروسيسور بعد ما سوى لودنج للبروجرام في الميموري ينفذ هذا البرنامج ببساطه، شو لازم يسوي؟ شو الخطوات اللي لازم يسويها البروسيسور؟ هي له بروسيسور، هذا البروسيسور مشبوك مع الميموري بداتا بس، مشبوك مع الميموري بادرس بس، مشبوك مع الميموري بكنترول بس. شو المفروض البروسيسور يسوي حتى يقدر ينفذ البرنامج تبعي المكون لتسي من خمسه انستركشنز؟ يبعث الادرس للشيء اللي بده اياه، يبعث الادرس لاول انستركشن في البرنامج تبعي، مزبوط، انستركشن رقم واحد، بعدين ياخذها بالداتا بس، يقراها، يجيبها على البروسيسور، يفهمها. ما بعرف. ايوه، هلا الانستركشن صارت عند البروسيسور. الانستركشن عباره عن ايش؟ عباره عن بيتس، مجموعه من البيتس، ممثله بمجموعه من البيتس. الان حتى البروسيسور يقدر ينفذها لازم يفهم شو هي الانستركشن، بعمليه بنسميها ديكودينج، انه يقدر يحلل هاي الانستركشن، يقدر يفسر هاي الانستركشن. فاذا اول خطوه اني اقرا الانستركشن، بعدين اجيبها على البروسيسور، بعدين اسوي لها ديكودينج، افهمها، بعدين بعد ما اعرف البروسيسور شو الانستركشن، والله هي عباره عن عمليه جمع، او هي عباره عن عمليه ضرب، او عمليه قسمه، او 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 او، لازم ينفذ هاي الانستركشن، لازم ينفذ هاي الانستركشن باستخدام مين؟ الداتا باث. تذكروا حكينا البروسيسور مكون من كنترول يونت وداتا باث. الان الكنترول يونت هي اللي قاعده بتسوي هاي العمليات وبتتحكم فيها، انه والله روح على الميموري جيب الانستركشن من المكان الفلاني، بعدين بس تجيبها، انا راح افهمها ككنترول يونت، بعدين الكنترول يونت بعد ما تكون عرفت شو هي الانستركشن راح تتحكم بالمسار اللي تمشي فيه الداتا اللي بدي انفذ عليها الانستركشن. فبيسكلي انا في عندي مجموعه من الخطوات حتى انفذ اي برنامج بعد ما كان صار هذا البرنامج موجود في الميموري، اني اسوي فيتش لاول انستركشن، اسوي لها ديكود، يعني افسر هاي الانستركشن، افهم شو هي هاي الانستركشن كبروسيسور عشان اعرف كيف اتحكم بالهاردوير اللي بده ينفذ هاي الانستركشن، فحتى اسوي الاكسكيوت ستيب. طبعا هذا السيكونس اوف اوبريشنز راح يضل يتكرر لغايه ما اوصل لنهايه البرنامج، او لغايه ما شيء قاطع تنفيذ البرنامج، زي مثلا exception او interrupt as we will see later in the course. فبعرف مفاهيم بسيطه هاي، بس مهم جدا انه يعني نتذكرها مع بعض. فاذا في عندي 3 basic steps لقدام شوي بشابتر 4 و5، راح بشابتر 4 تحديدا راح نصير نجزئ هدول الستبس لخطوات اصغر حتى يصير تحكمنا بال different operations اسهل. بس ال overall steps، ال general steps، اقرا instruction من الميموري، سوي تنفيذ او ديكود تفسير للانستركشن، وبناء على هذا التفسير وفهمي للانستركشن انا كبروسيسور وككنترول يونت بتحكم بالهاردوير الموجود داخل البروسيسور لتنفيذ الانستركشن حتى انفذ الانستركشن. تمام. الان حكينا البرنامج مكون من instructions ومن data. طيب هاي الانستركشنز زي ما حكيت قبل شوي، بما انه الكمبيوتر هو بفهم باينري، هي عباره عن باينري، فبالتالي اذا بدي انا اطلب من الكمبيوتر ينفذ شيء معين، المفروض احكي باللغه تبعت الكمبيوتر اللي هي الماشين لانجويج، او بمعنى اخر استخدم الباينري. فمثلا اذا بدي اجي احكي له اجمع لي الفاليو اكس، اجمع لي 5 زائد 6، بدي انفذ هاي العمليه مثلا، فلازم يكون عندي طريقه افهمه هذا الكلام، لازم يكون هو مصمم بحيث لو اعطيه الكوماند هذا على شكل باينري ينفذه. فمثلا انا ممكن اجي لما صممت البروسيسور اجي احكي له يا كمبيوتر يا بروسيسور لما تشوف something like this followed by this and this، بدك تفهم انه هذه معناها اجمع 5 مع 6، فهذه 5 في الباينري، هذه 6 في الباينري، وهذه معناها بالنسبه للكمبيوتر للبروسيسور الهايبوثيتيكال الافتراضي اللي عم بحكي عنه انها اد.
فهذا هو مفهوم تمثيل الانستراكشنز، اللي هو جزء من الانستراكشن سيت اركيتكتشر، كيف اصمم الانستراكشنز، كيف اسوي لهم انكودنج بالباينري، كيف امثلهم بالباينري. فتخيل انت بدك تكتب برنامجك بهذه الطريقه اللي هي بالماشين لانجويج، يعني بالليفل تبع الماشين، الليفل اللي بتفهمه الماشين. عمليه متعبه لانك بدك تكتب زيروز وونز، عمليه متعبه تاخذ وقت كبير وايرور برون. كيف يعني ايرور برون؟ يعني ممكن اغلط فيها بسهوله. تخيل بدل ما اكتب هذا 101111 غلطت وحطيت هذا صفر، يعني احتماليه الخطا عاليه لاني انا ما عم بكتب اما 1 واما 0 فممكن اغلط. فبدل ما تصير تكون اد، ممكن الكمبيوتر او البروسيسور يكون مصمم انها تصير سبتراكت، انها تصير سبتراكت. ففي عرضه للخطا اني ابرمج بالماشين ليفل. لكن في بدايات عصر الكمبيوتر كانت الناس تبرمج بالباينري، كانت تكتب باينري لاينز او الكوماندز تبعتها تكتبها على شكل باينري، تمام؟ فهذا بسموه ماشين لانجويج بروجرامينج او رايتنج بروجرام ات ذا ماشين ليفل. وهو بيتطلب فعليا اني اكون عارف كيف شكل البروسيسور من جوا حتى اعرف كيف احدد هدول المدخلات من وين يجوا وكيف شكل الانستراكشن اند سو اون. طيب هل لسه في ناس بتكتب بالماشين ليفل؟ لا، ما حدا بيكتب بالماشين ليفل، لانه يعني وجدوا قبل 30 سنه، قبل 40 50 سنه انه هذا، شو قبل 60 سنه، انه هذا الكلام متعب صعب اني اسويه، لانه كهيومن احنا مش متعودين نكتب بالارقام وونز وزيروز، وشو بدي يذكرني كيف شكل الاد وكيف شكل السبتراكت و و و. فحكوا بدنا نلاقي شيء اقرب للهيومن لانجويج، انه الانسان يكتب البرنامج تبعه بلغه قريبه من الشغل، من اللغه اللي بيحكيها. فعشان هيك راحوا رحنا حطينا to make our life easier، اخترعنا شيء سميناه الاسمبلي لانجويج، لغه التجميع. والفكره بلغه التجميع المثال اللي انا كتبته قبل شوي، مثلا 101101010110، هذه معناها انا الاوبريشن اللي تسويها زي ما حكينا 5 زائد 6. فبدال ما الشخص اللي بده يبرمج يكتب الكوماند تبعه بهذا الشكل، اجي احكي له هذه اكتبها انت اد، وهذه اكتبها مثلا 5 وهذه 6، زي هيك اجمع لي اياهم. فالان انا اسهل اني اكتب بهاي الطريقه ولا بهاي الطريقه؟ ديفينتلي بهاي الطريقه اللي هي بسميها الاسمبلي لانجويج بروجرامينج. طيب هل الكمبيوتر بيفهم هذا الكلام؟ ما بيفهم هذا الكلام، فلازم يكون في طريقه احول من هون لهون. طيب شو هي الطريقه؟ رحنا كتبنا برنامج، كتبنا صممنا سوفت وير اسمه اسمبلر. الاسمبلر وظيفته يسوي الترانزليشن، عمليه الترانزليشن هذه، يبدل الاد بهذا الشيء، يبدل الخمسه بهذا الشيء، يبدل السته بهذا الشيء. فرحنا للاسمبلي لانجويج اللي هي ببساطه ريبريزنت باينري انستراكشنز باي ووردز، استخدم كلمات لتمثيل الباينري انستراكشنز، كونفيرت ذا ووردز انتو باينري اما مانيوالي طبعا في النهايه، ولكن هذا الكلام مش موجود، اور يوزنج اسمبلرز. ايش يعني اسمبلرز؟ زي ما حكيت هي سبيشال بروجرامز، يعني مصممه انها تسوي عمليه الترانزليشن. وعمليه الترانزليشن هون سهله لانه بس عباره عن ريبليسمنت، بدل هاي بهاي، بدل هاي بهاي، بدل هاي بهاي، ما فيها ذكاء. يعني الاسمبلر از نوت ا سمارت بروجرام، هو بس برنامج بحول من one form of representation to another form of representation. طبعا اكيد هذا الليفل اسهل من هذا الليفل، اني ابرمج بالاسمبلي اسهل بكثير من اني اسوي برمجه بالماشين لانجويج، لكن ستيل اتس نوت ذات افيشنت، بيستهلك وقت، فيها عرضه للخطا، وبرضه لازم اكون عارف كيف شكل البروسيسور من جوا، شو مكوناته حتى اعرف اني استخدمهم. بالاسمبلي كل لاين كورسبوندز تو ان انستركشن، يعني هون مثلا اد ريد، يعني كل لاين عباره عن one operation or one instruction. فهذا البرمجه بهذا الليفل ظلت موجوده لبدايه نهايه السبعينات، بدايه الثمانينات كانت الناس كلها تبرمج بالاسمبلي. فعشان هيك
برمجة الكمبيوترز في هذاك الوقت ما كانت مفتوحة للجميع، مش أي حدا بيعرف يبرمج، لأنه بده يكون فاهم what is inside the processor that is being programmed حتى يكتب الـ instructions تبعته، سواء بالassembly أو بالماشين level. طيب كيف ممكن، صاروا يفكروا كيف ممكن أخلي البرمجة أسهل، كيف ممكن أخلي الأمور تنتشر بشكل أفضل، يعني عدد أكبر من الناس يقدر يبرمج. ببساطة بدي طريقة، ألاقي طريقة لكتابة البرامج بتسوي تجريد للبروسيسور، بتسوي تحييد للبروسيسور، إنه الشخص اللي ببرمج ما في داعي يكون عارف كيف شكل البروسيسور من جوا، وخلي الشخص اللي عم ببرمج يكتب بأسلوب مور إفيشنت، بطريقة مور إفيشنت. فعشان هيك اخترعنا إحنا الليفل الآخر من البرمجة اللي هو الهاي ليفل languages، الهاي ليفل بروجرامينج لانجويجز، واللي هي بروجرامينج لانجويجز زي الجافا، زي السي بلس بلس، زي السي. كل هاي اللغات البرمجه هي هاي ليفل لانجويجز. لما انا اكتب البرنامج بكتبه بصوره اقرب للإشي اللي بدي اسويه بدون معرفه مسبقه لشكل البروسيسور من جوا، شو هي مواصفات، شو هي مكونات البروسيسور من جوا. فمثلا انا هون بقول له اد X مع Y وخزنهم بـ Z. اللي بدي إياه أسهل لي إني أكتبها Z equals X plus Y. أنا بدي أقول له اقرأ لي من الميموري الإليمنت الخامس من الأري اسمها ARR وخزنها بـ variable اسمه W. ببساطة أنا هون بقول له W equals array of 5. This is much easier than this. هذا الـ level of programming اللي هو الـ programming using high level languages which uses more efficient, easier expressions to express the command. وفعليا السطر الواحد اللي بكتبه بالhigh level language ممكن فعليا هو عبارة عن more than one operation to be carried out by the processor، زي ما راح نشوف يعني soon خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع الجاي لما نحول البرامج من الهاي ليفل للاسمبلي ليفل. فهذا الليفل اوف بروجرامينج هو الشيء اللي متعودين عليه، يمكن احنا برمجنا فيه. لكن هذا الليفل او البرمجه بهذا الشكل ما بفهمها الكمبيوتر، فبالتالي الكمبيوتر ما بفهم غير باينري، فبدي طريقه احول للباينري. فالتحويل للباينري بيتم عن طريق سبيشال بروجرام اسمه كومبايلر، لان هذا الكومبايلر نوعا ما راح تحكي لي شو بيفرق عن الاسمبلر. الاسمبلر زي ما حكيت قبل شوي هو مش عمليه ذكيه، هي عمليه ريبليسمنت، تبديل ريبريزنتيشن بريبريزنتيشن. لكن الكومبايلر بده يكون ذكي. ليش بده يكون ذكي؟ لانه بده يكون عارف شو الاندرلاينج بروسيسور، كيف شكل البروسيسور، شو مكونات البروسيسور، شو الانستركشنز اللي افيلبل and supported by the processor حتى يقدر يسوي عملية الترجمة. لأنه الموضوع مش سهل، مرات عملية التحويل بدها شوية optimization، بدها شوية ذكاء من الكمبايلر. فهون بيجي الفكرة إنه الكمبايلر has to be smart، لازم يكون ذكي، يعرف كيف يحول هذا line of code into the minimum number of instructions. طبعاً هذه الأشياء اللي كاتبها أنا هون هي كلها يعني افتراضية، it does not correspond to any processor, real processor. لكن الفكرة إنه هذا اللاين ممكن أمثله لما أحوله لماشين كود، يمكن أمثله بأربعة خمسة instructions، ممكن أمثله بtwo instructions. فالكمبايلر لازم يكون ذكي ويعرف كيف يستخدم وينتقي أقل عدد من instructions لتمثيل الoperation المطلوبة. هلأ إحنا في هذا الكورس وين راح نكون؟ معظم الوقت راح نكون هون، لأنه إحنا رح نتعرف على الأسمبلي لانجويج تبعت الميبس Instruction Set Architecture. رح نحاول ندرس الانستركشنز المختلفة ونشوف كيف بيشتغلوا، نشوف كيف بتم تمثيلهم بالباينري، لأنه هذا الموضوع بهمنا. نسوي شوية exercise كيف نحول simple high level statements into assembly. لكن mainly إحنا شغلنا رح يكون هون بشابتر 2، رح يكون شغلنا هون انه نشوف شو هم الانستركشنز كيف بتمثلوا بالباينري، وراح نطلع شوي صغيره كيف نحول من هاي ليفل انتو اسمبلي اند ماشين لانجويج
ريبريزنتيشن. شو الهدف؟ انا في النهايه بدي اصمم او اسوي امبلمنتيشن بالهاردوير على الاورجنايزيشنال ليفل ل مجموعه من المبس انستراكشن سيت اركيتكتشر، مجموعه من الانستراكشنز الموجوده في المبس اركيتكتشر. فذاتس واي اي نيد تو ستدي المبس ايزا. Alright. فإذا اطلعنا اليوم على مفهوم الميموري، اطلعنا على آلية تنفيذ البرامج ب High Level Fetch Decode Execute، واطلعنا الآن على Different Levels of Controlling and Programming Computers من ال High Level Programming Language لغاية المشين Level. طبعا في Level لسه أعلى من ال High Level اللي هم الفورث جينيريشن لانجويجز بيسموهم، اللي هو لسه they are more and more efficient in terms of writing the program. زي ايش fourth level or fourth generation programming language؟ ممكن بايثون. اوكي، بايثون مثلا، الماتلاب، الار لانجويج، هذول كلهم لانجويجز لسه اسهل برمجتهم والكتابه فيهم من مين؟ الهاي ليفل لانجويجز، لكنهم بتطلبوا لاير اضافيه من الترانزليشن حتى اوصل للماشين لانجويج. اوكي، اني كويستشن؟ هاشم فاتح المايك، بدك شيء دكتور؟ بالغلط، اعذرني. لا لا ما في مشكله، فكرتك بدك تسال. طيب موضوع آخر اللي هو مفهوم الانستركشن سيت اركيتكتشر، ونوعا ما حكينا عنه في تشابتر 1 إذا بتتذكروا، إنه حكينا الكمبيوتر اركيتكتشر في عندي 3 layers في او 3 components في الكمبيوتر architecture اللي هم ايش؟ instruction set architecture، organization، بعدين ايش؟ hardware، implementation. فعلى ال very high level لما بدي اصمم processor واحكي عن كمبيوتر، انا فعليا لازم وبدي اصمم processor، لازم فعليا اكون اصمم ال instruction set تبعت هذا البروسيسور. What do we mean by the instruction set؟ ببساطة إيش البروغرامر المفروض يعرف عن هذا البروسيسور حتى يقدر يبرمجه. فإذا ال designing the processors requires knowing the type. هذا got stuck. Sometimes okay. Knowing the type. اوكي، هو المشكلة علق عندي هذا. اوكي، knowing the type, number of instructions the processor is supposed to support and how the programmer can use them. How the programmer can use them. فإذا الانستركشن سيت اركيتكتشر فعليا بتتطلب مني اني ازود البروجرامر بكل المعلومات اللي بتلزمه حتى يقدر يبرمج هذا البروسيسور، من ناحيه شو هم الانستركشنز اللي سبورتد بهذا البروسيسور، شو المدخلات تبعت هاي الانستركشنز، كيف البروسيسور بيحكي مع الميموري، كيف البروسيسور بيسوي اكسس على الميموري، كيف بيسوي اكسس على الانبوت اوتبوت ديفايسز اند سو اون. كل هذه الاشياء هذه الاشياء فعليا هي اللي بتكون وات از نون از ذا انستركشن سيت اركيتكتشر. فالبروجرامر ما بيهمه الاكتوال ديتيلز للامبلمنتيشن تبعت البروسيسور حتى يستخدمه، بهمه يعرف هاي المعلومات، كيف انواع الانستركشنز، كيف ممثل الانستركشنز، شو الاوبريشنز المحتوى اللي بتسويها الانستركشنز وهكذا. الان اذا بطلع على الاندستري وبحاول اشوف الشركات اللي بتصنع بروسيسرز، بلاقي there are many examples on instruction sets.
في كتير examples على الـ instruction sets. فمثلا في عندنا الـ IA32، الـ IA32 instruction set اللي هي فعليا الـ instruction set تبعت الـ Intel processors. يعني أي واحد عنده جهاز الـ processor تبعه Intel، الـ instruction set that is implemented in this processor اسمها IA32. في instruction sets مثلا اللي هم زي الميبس اللي راح ندرسها بهذا الكورس، سبارك، الارم، يمكن كثير منكم سمع بالارم، مزبوط؟ في حدا ما سمع بالارم؟ بقول لك هذا ارم بروسيسور، مزبوط؟ سناب دراجون مش عارف شو. فالارم فعليا is not a processor. It is the instruction set of the processor. والشركات بتصنع بتاخذ هذه الانستركشن سيت وبتحاول تسوي لها امبلمنتيشن بطريقتها الخاصه حتى تبني البروسيسور. فشركه الارم فعليا بتبيع انستركشن سيت، هي ما بتبيع بروسيسورز، هي ما بتصنع بروسيسورز، هي بتبيع الانستركشن سيت اتسلف. تمام. طبعا في انستركشن سيتس انقرضت زي الدي اي سي، يعني هذه بطلت موجوده. فالفكره انه there are many instruction sets، والشركات يعني تقضي وقت يعني معتبر هي تصمم في الانستركشن سيتس، وبعدين بتصير تسوي امبلمنتيشن لهدول الانستركشن سيتس بطرق مختلفه، بتكنيكس مختلفه، بتكنولوجيز مختلفه، لكن في النهايه هي نفس مجموعه الانستركشنز اللي بفهموها البروسيسورز اللي مبنيين بطرق مختلفه، لكن هم نفس مجموعه الانستركشنز. اذا انا اخذت مثلا الاي اي 32 او الميبس انستركشن سيت وسويت لها implementation بطرق مختلفة. فهذه هي النقطة هون، إنه the same ISA can be implemented differently to achieve different goals. أهمها different goals اللي هي ال performance، إني أصمم البروسيسور يكون ال performance تبعه معتبر. فرح نشوف بهذا الكورس على الأقل single cycle وال pipelining، وإذا ضل معنا وقت بنتطلع على المالتي سايكل. شو هدول؟ هم بعض التكنيكس اللي ممكن استخدمهم على مستوى الاورجنايزيشن. لما اخذ انستركشن سيت وبدي اسوي لها تمثيل على شكل بلوكس واشبك بلوكس مع بعض بحيث امثل الديفرنت انستركشنز ذات ار سبورتد باي ذس انستركشن سيت. فهدول بعض التكنيكس اللي راح نطلع عليهم بهذا الكورس اللي هو فعليا تشابتر 3 وتشابتر 4، اللي هو implementing part of the MIPS instructions. الآن زي ما حكينا موضوع instruction set architecture is not an easy task. يعني الشركات زي ما حكينا تقضي وقت معتبر هي وتصمم في instruction sets، وكل ناس لها فلسفتها وكل ناس لها طريقتها في تصميم instruction set. بشكل عام يعني لو أطلع على كل الانستركشن سيتس الموجودة بالسوق بلاقيها variation لنوعين من المدارس أو لمدرستين، يعني تغيير لوحدة من هالمدارس في تصميم الانستركشن سيتس. ففي ناس لما يجي يصمم انستركشن سيت بكون حاطط في باله إنه البروغرامر لما بده يبرمج البروسيسور تبعي لازم أدلعه، لازم أعطيه قد ما بقدر instructions مفيدة لإله، لازم أعطيه instructions يعني مميزة، لازم أعطيه instructions complex تقدر تنفذ أكثر من operation بنفس الوقت. فالناس اللي كانت تفكر بهاي الطريقة في تصميم instruction set حطوهم في مدرسة، صنفوهم بمدرسة اسمها CISC اللي هي complex instruction set computers. ومن يعني as the name implies إنه الناس اللي بتصمم زي ما حكيت هذا النوع من الانستركشن سيتس زي الانتل، الانتل ينتمي إلى مدرسة السيسك، الانتل ينتمي إلى مدرسة السيسك. إنه زي ما حكيت الديزاينر لما يجي بده يصمم الانستركشن سيت بده يدلل البروغرامر، يعطيه أكبر عدد من الانستركشنز، simple instructions, complex instructions. It is very rich instruction set. تمام؟ وهذه المدرسة هي كانت المدرسة السائدة نوعا ما أو الوحيدة
قبل الثمانينات، قبل ما تبلش الثمانينات، كانت كل الناس اللي بدها تصمم instruction set تشتغل على هذا المبدأ. والسبب إنه معظم البروغرامينج بهذيك الفترة كان باستخدام الأسمبلي ليفل، كنا نبرمج بالأسمبلي. فلما أبرمج بالأسمبلي أنا بدي للبروغرامر يكون مرتاح، أعطيه أكبر عدد من الإستركشنز وكذا وأسهل عليه حياته. لكن مع بداية الثمانينات، مع بداية الثمانينات صار في يعني ترند واضح في تطور أداء الكومبايلرز. يعني كان في هاي ليفل البروغرامينج في السبعينات، يعني كان في ناس تكتب بالهاي ليفل لانجويجز ويصير لها عملية تحويل للماشين لانجويج باستخدام الكومبايلرز. لكن الكومبايلرز بهذيك الفترة ما كانت يعني ذكية كتير، ما كانت efficient كتير. فذاتس واي الناس اللي بتصمم instruction sets كانت تحاول تسهل الحياة على الكومبايلرز وعلى البروغرامرز اللي بده يبرمج بالاسمبلي، بانه تدلله وتعطيه very rich instruction set وتحطها بين ايده. لكن مع بدايات الثمانينات صار في يعني الترند واضح بتحسن اداء الكومبايلرز، بتطور ذكاء الكومبايلرز، بالاوبتمايزيشن تبع الكومبايلرز. فظهرت مدرسه جديده في تطوير الانستركشن سيت اللي هي بتحكي طالما الكومبايلر صارت ذكيه وبتقدر تستبدل اي سطر او مجموعه اسطر في الهاي ليفل لانجويج بذكاء وبفعاليه وتبدلها بالاسمبلي لانجويج تبعت البروسيسور والماشين لانجويج تبعت البروسيسور، ما في داعي احط كومبلكس انستركشنز، ما في داعي احط كتير انستركشنز. ليش؟ لانه الكومبايلر ويل دو ذا جوب. يعني ما في حدا عم ببرمج في الاسمبلي حاليا. فحكوا بما انه هذا هو التوجه، خلينا نصمم الانستركشن سيتس بحيث يكون فيها فيو انستركشنز مقارنه بالسيسك، يكون فيها بس سمبل انستركشنز. طيب شو الهدف؟ انا لما احط fewer instructions وsimple instructions جوا البروسيسور معناها الهاردوير that implements these instructions is smaller. smaller hardware معناها cheaper hardware. smaller hardware معناها faster hardware. فهذه كانت فلسفة جماعة reduced instruction set computers اللي هي المدرسة الثانية الريسك، انه بدنا نحاول نصمم instruction set فيها عدد قليل من الانستركشنز، فيها عدد فيها simple instructions، ونلقي كل العبء في تحويل في برمجة البروسيسور على الكومبايلر الذكي. تمام؟ فكان هذا الموتيف، كان هذا الموتيفيشن تبع جماعة الريسك. طبعا ومن اشهر الامثلة على جماعة على الريسك اللي هم الميبس، اللي هو الميبس instruction set. It is a risk-based processor. يعني هذا البروسيسور أو هاي الانستركشن سيت تتبع مدرسة الريسك اللي بتهدف إنها تصمم الانستركشن سيت بالطريقة اللي شفناها. السيسك كانت تحاول تحط as many instructions as possible حتى تسهل الحياة على الكومبايلر وعلى اليوزر. كانت تحط instructions that are very simple and very complex. ممكن أشياء بسيطة وأشياء لأنه في more instructions، لأنه في complex instructions، عادة السيسكو processors هم expensive لأنه بدك more hardware وهم they are relatively slower. مثال عليهم زي ما حكينا الانتل، AMD، السايركس، كل هاي البروسيسورز هي سيسك processors، هي سيسك processors. الآن فهذه الفروقات الرئيسية بين المدرستين. فرق يعني برضو بتطلعوا له عادة اللي هو حجم البرنامج. عادة حجم البرامج لما تتحول لأسمبلي ولما تتحول لماشين لانجويج في السيسك بيكون أقصر من حجم البرامج بالريسك. والسبب إنه أنا عندي complex instructions في السيسك، فبالتالي بعض الأوبريشنز ممكن أسويهم بإنستركشن واحدة بدل ما أسويهم بأربعة إنستركشنز بالريسك. فthat's why عادة الريسك بروغرامز are longer in terms of the number of instructions، لأنه الريسك ما عنده غير simple instructions. فحتى يسوي complex task أو complex operation ممكن يحتاج لمجموعة من الإنستركشنز، بينما هاي الcomplex task ممكن تكون موجودة على شكل single instruction بالسيسك بروسيسور. تمام. هلا
لما بلش الموضوع في الثمانينات كانوا جماعة الريسك متفائلين إنه إحنا راح نكتسح السوق، لأنه راح نقدر نطرح بروسيسور رخيص والناس تقبل عليه، معتمدين في ذلك إنه الكومبايلرز راح تضلها تتطور وتصير أفضل وأفضل by the time they يعني start to market the processor, start to sell the processor. لكن هذا الكلام للأسف ما صار في هذيك الفترة. على الأقل كانت الريسك بروسيسرز أغلى من السيسك بروسيسرز، والسبب الرئيسي، في أسباب كثيرة، السبب الرئيسي إنه إنتل كانت أول بروسيسر طلعته في بداية السبعينات، فكانت زي فلاجشيب. أي واحد بسمع كلمة بروسيسر، أي واحد بسمع كلمة كمبيوتر، ومباشرة بيحكي هذا إيش؟ إنتل. فالناس كانت متعودة على انتل كانت مكتسحة السوق، فكانت في صعوبة للريسك بروسيسرز انهم يدخلوا على الماركت وينافسوا، على الرغم من انه البروسيسر تبعهم كان تشيبر. الشغله الثانيه هي موضوع انه الناس ما كانت متعوده انك تلقي كل الحمل على الكومبايلر، وانه يكون الكومبايلر تجيب افيشنت، والكومبايلرز فعليا ما تطورت بالسرعه اللي كانوا بتوقعوها في هذيك الفتره. لكن الان اذا بتطلع، لا، they are competing، يعني الريسك بيزد بروسيسرز زي البروسيسرز المبنيين اعتمادا على الارم، يعني نوعا ما they are competing with Intel processors and AMD بروسيسرز. يعني معظم البروسيسرز اللي على التابات، اللي على التليفونات، هي ARM based، زي السناب دراجون ومش عارف مين، هذه كلها بروسيسرز ريسك بروسيسرز. تمام، any question؟ طيب، لأن بعد كل هاي المقدمة الطويلة، وبعد ما يعني استعرضنا بعض المفاهيم، بدنا ندخل في صلب الـ chapter 2، في يعني في الموضوع الرئيسي في chapter 2، اللي هو زي ما حكينا إنه ندرس واحدة من هالinstruction sets، وتحديدا الميبس instruction set. ما رح ندرسها كلها، رح ندرس الأشياء الرئيسية فيها بشابتر 2، بعدين نحاول بشابتر 3 و 4 نحاول نسوي implementation لهذا الجزء اللي تعلمناه، وحتى مش لكل الجزء اللي رح نتعلمه، لجزء من جزء من الجزء اللي رح نتعلمه. فعليا رح نسوي implementation لبروسيسور صغير ممكن ينفذ بعض الانستركشنز الموجودة بالمبس instruction set. فالمبس instruction set architecture، MIPS اختصار لمايكرو بروسيسور without interlocked pipeline stages. ايش يعني هذا الكلام؟ اكيد ما راح تفهمني هلا لو ضلتني اشرح ساعتين، لكن by the end of the course راح تفهم شو يعني هذا الكلام، انه مايكرو بروسيسور without interlocked pipeline stages، اللي هي اختصارها MIPS. اختصارها MIPS. طبعا اللي صمم هاي الانستركشن سيت هو جون هينيسي، وجون هينيسي هو مؤلف الكتاب تبعنا اللي بندرس منه عادين، يعني كتاب Computer Organization and Design لهذا الشخص، اللي هو سوى أول First Commercial MIPS Processor بستانفورد يونيفرسيتي، أسس بناء عليه شركة MIPS Technologies، بعدين باع الشركة كلها، بعرفش لا وين صفت، بس الFirst Commercial Actual Model اللي انباع اللي هو MIPS R2000 بال 1985. راح تحكي لي ليش جاي تدرسنا بروسيسور قديم. هلا الانستركشن سيت يعني بلشت في الثمانينات، لكنها ما زالت ايفولفينج، لساتها بتتطور. فاحنا تو تيك ذا سمبل كيس، اخذنا راح ناخذ يعني واحده من الفيرجنز تبعت المبس، يعني ما سووه بال 85 وضل واقف محله، هو اتطور زيه زي الانتل. الـ x86 architecture تطورت، بعدين صار عندي IA32 architecture. لكن الناس اللي بتدرس يعني assembly language مثلا بتلاقيه بدرس الـ x86 architecture، بعدين بلقي ضوء على الموديلات والفيرجنز الأحدث. الآن أهم مواصفات هاي الانستركشن set إنها risk.
شو يعني ريسك؟ يعني لو تطلع على وصف هاي الانستراكشن سيت اركيتكتشر وتفاصيلها، راح تلاقي انه في عندك عدد محدود من الانستراكشنز، راح تلاقي غالبا هاي الانستراكشنز سمبل انستراكشنز، راح تلاقي انه ما في كومبلكس انستراكشنز. لكن السمبل ليش؟ لانه السمبل انستراكشنز مصممه بطريقه انك لو خلطتهم مع بعض تقدر تسوي كومبلكس اوبريشنز، واللي هي الفلسفه اللي قامت عليها مدرسه الريسك. هذا البروسيسور او هاي الانستراكشن سيت ممكن تشتغل 32 بت او 64 بت، لها تو مودز اوف اوبريشن. ات از ريجستر اركيتكتشر. شو يعني ريجستر اركيتكتشر؟ يعني لو البروسيسور بده يسوي عمليه جمع بين رقمين وهدول الرقمين موجودين في الميموري، البروسيسور لازم يروح على الميموري ويقراهم اول ويجيبهم على البروسيسور ويسوي عملية الجمع، بعدين يرجع يخزنهم على الميموري. فهذا بيسموه ريجستر اركيتكتشر، أو الاسم الأوضح لود ستور اركيتكتشر. يعني العمليات المسموحة بين البروسيسور والميموري هي فقط لود وستور. طيب يعني تحكي لي ما هذا هو المفروض؟ لا، يعني في اركيتكتشرز أخرى، يعني في شيء اسمه ريجستر ميموري اركيتكتشر. ريجستر ميموري اركيتكتشر انه البروسيسور ممكن يكون عنده رقم جوا البروسيسور ويكون في رقم ثاني في الميموري، والبروسيسور يقدر يجمعهم بدون ما يسوي لود اوبريشن للرقم من الميموري بعدين يجمع. يعني نفس هالاد انستراكشن بتسوي لود وبتجمع. فبعض الاركيتكتشرز بتسمح هذا الحكي، الميبس ما بيسمح. اي عمليه بدك تسويها على قيم موجوده في الميموري you need to read from memory first بseparate instruction بعدين تسوي الاوبريشن المطلوبه. واذا كان تعديل القيمه في الميموري مطلوب you have to store it back or you have to write it back. فهذا نوع من الاركيتكتشرز برضه. يعني كان زمان في اركيتكتشرز اخرى زي ما حكينا، كان في مثلا memory to memory architecture، في register to memory، في accumulator architecture. ما راح ادخل في تفصيلاتهم بس انا عم بكتبهم للي interested ممكن يروح يقرا عنهم. في stack architecture. فهذه اشكال مختلفه لتصميم البروسيسورز، كيف البروسيسور بينفذ العمليات تبعته. البروسيسور او الانستركشن سيت اللي راح نتعامل معها هي load store architecture او register أو إذا بدك read write، بيني وبينك هذا مش متداول بس عشان نفهم نضل متذكر، load معناها read، store معناها write. هاي الانستركشن ست مرت بمراحل متعددة زي ما حكينا، versions كتيرة، MIPS 1, 2, 3, 4, 5, MIPS 32, MIPS 64. إحنا مصدر رح نطلع على هاي، لكن رح نحكي شوي ممكن إذا سمح الوقت عن 64 كانستركشنز فقط وكفروقات بسيطة. الآن هاي الانستركشن سيت يعني تم صار لها implementation بـ different processors زي الـ R2000, 3000, 10000 and so on. ففي models لـ processors that implements this instruction set. تمام؟ Any question؟ معلش أنا عم بطول عليها بس بدي يعني المصطلحات هذه هيك يعني تدخل في مخك وتفهمها، لأنه يعني إذا ضل شيكي الوضع يعني مش راح تكون مرتاح. طيب بدنا ندخل الآن جوا الميبس أيزا، بدنا ندخل على الميبس أيزا. حكينا شو يعني أيزا، شو يعني instruction set architecture. إلي أنا بالنسبة إلي كبروغرامر شو يعني instruction set architecture لبروسيسر معين، إنه شو إيش يعني instruction set؟ صلي ساعة بحكي ما حدا يا شاهين محمد شاهين، شو يعني instruction set؟ محمد شاهين مش معنا. زياد شو يعني instruction set؟ زياد برضو زياد مش معنا. شايفين فيش غير سلاف شكلك معنا. عم بحكي اسمك صح اول شيء؟ حرام صح سلاف.
ايش يعني instruction set؟ شكلي بشرح لك لحالك انا. يعني شو اسمه البتس اللي ناخذها او مش البتس، النمبر اللي ناخذه من الميموري نبعث الانستركشن اللي نعملها انه اد او سبتراكت او مالتيبلاي معاه او لا 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 لا، يعني انا بحكي لك this is the instruction set of a certain processor. شو معناها؟ هي الاشياء بتكون المبني عن عليها ال سي بي يو. لستة بيكون فيها it's a list of instructions that are proven to be done by the processor. هي بيكون يعني مبني عليها البروسيسور. بالضبط، يعني اللي هي يعني بشكل مبسط instruction set. يعني إذا برجع هون عشان ما تحكوا إني ما حكيتش، هاي instruction set architecture يعني هاي المعلومات. ايش في عندي instructions؟ شو انواعها؟ شو عددها؟ شو الاوبريشنز اللي بتسويها؟ من وين بتجيب الداتا تبعتها اللي بتشتغل عليها؟ يعني اذا عمليه جمع من وين بتجيب المعلومات هاي؟ كيف اقرا معلومات من الميموري؟ كيف اكتب على الميموري؟ كيف اقرا من input device؟ كيف اكتب على output device؟ تمام؟ ومعلومه اخرى لها علاقه في الانستركشن سيت اللي هي الريجسترز. ريجسترز واللي هو هذا اللي بدنا نطلع عليه الآن. يعني أنا عم بدرس المبس instruction set، فأول بدي أشوف شو في شغلات فيها. فأول شغلة بدنا نطلع عليها اللي هي الريجسترز. إيش يعني ريجستر؟ هو إشي بيعمل إنه سيف للرقم temporary. أيوة، يعني أخذناها في اللوجيك. ريجستر كان عبارة عن مجموعة من الفليب فلوبس إذا بتتذكروا، وهذول الفليب فلوبس بقدر أخزن فيهم فاليو معينة بعدد معين من البيتس حسب عدد الفليب فلوبس. مظبوط ولا لا؟ طيب ليش بدي ريجسترز في الانستركشن سيت؟ ليش لازم أعرف ريجسترز في الانستركشن سيت اللي هم وظيفتهم temporary storage؟ راح تحكي لي أول شيء وين هو نفسه الكاش، انك بدك انت يكون عندك الداتا لازم تحطها في مكان عبين ما تسوي بروسس لداتا تانية. يعني الكاش بيجي على ليفل اعلى يا هاشم، يعني الكاش هو يعني اعلى شوي من الريجسترز. الريجسترز نوعا ما هي ذاكره في النهايه، اول عن الاخر هي ذاكره بستخدمها حتى اخزن الداتا بشكل مؤقت، وتحديدا الداتا اللي قاعد البروسيسور الان بيشتغل عليها. فاذا هذول الريجسترز عاده بيكونوا جوا البروسيسور، جوا السي بي يو بشكل عام. عادة المصنعين باستخدام ستاتيك رام، هم ستاتيك رام حتى يكونوا سريعين. الستاتيك رام سريعة في التخزين والقراءة، وظيفتها انها تو هولد داتا temporarily، بتخزن الداتا بشكل مؤقت. طالما البروسيسور عم يستخدم هاي الداتا بحطها في هدول الريجسترز. ليش؟ فور فاستر اكسس، حتى يقدر يسوي اكسس على الداتا بشكل سريع. فزي ما حكى هاشم هي some sort of caching للداتا، يعني تخزين مؤقت للداتا. لكن مفهوم الكاش هاشم هو أعلى شوي، يعني كفيزيكال كاش هو أكبر عادة من الريجسترز، وعلى الليفل بالميموري هيراركي زي ما راح نشوف بشابتر 5 هو أعلى شوي. طيب ليش بدي هدول الريجسترز؟ temporary storage. temporary storage يعني تخيل أنا في عندي ميموري، هاي الميموري في عندي فاليو موجودة هون V1 وفاليو موجودة هون V2. الآن تخيل هاي البروسيسور، هذا البروسيسور، والبروسيسور بده يجمع V1 زائد V2. البروسيسور بده يجمع V1 زائد V2. فايش الخطوات اللي لازم يسويها البروسيسور حتى يسوي هاي العملية، حتى ينفذ هذه الاوبريشن؟ بده يطلب الارقام، لازم يجيب الارقام من الميموري. فراح تلاقيه لازم يروح على الميموري ويجيب V1 اول شيء. راح يجيب V1 مزبوط، بعدين لازم يروح يجيب V2. طيب اذا بده يروح يجيب V2 ويرجع V1، لازم يكون عنده قدرة يحتفظ فيها in between. عبال ما يروح يجيب V2 ويرجع، لازم يكون عنده قدرة لتخزين V
1. فأفضل مكان أو المكان المعتمد لهذا الغرض هو أنه يخزنه بريجستر. ريجستر يعني ميموري صغيرة very fast مصنع من الإسرام. فرح يجوا بتجيب ال V2 ويحطها كمان بريجستر وإيش ويجمعهم. فإذا temporary storage قبل ما أنفذ بعض العمليات in between فبحتاج الريجسترز. وبالإضافة أنه أنا هذا الاركيتكتشر هو ريجستر ريجستر اركيتكتشر، يعني أي values بده البروسيسور يستخدمها لازم تكون موجودة داخل البروسيسور. فإذا كان عندي أكثر من value كيف بدي أتذكر هدول الفاليوز؟ لازم أخزنهم في مكان خاص اللي هو مين؟ الريجستر. فالآن لو فهذا هو هدف الريجسترز. طيب في المبس instruction set أنا كبروغرامر إيش المبس عايزة بتأمن لي أو بتوفر لي كريجسترز؟ فعلياً لا، يعني شو هم الريجسترز اللي معرفين بالمبس instruction set؟ فعلياً في عندي 32 General Purpose Register. General Purpose Registers يعني Registers أنا كبروغرامر بقدر أستخدمهم حتى أخزن إيش ما بدي من المعلومات. لاحظ الشكل هذا بيشبه الميموري، بس هو زيه زي الميموري بتقدر تخيله، بس هو حجمه كتير صغير. يعني عندي بس 32 Location وكل لوكيشن 32 بت. فهذا كله على بعضه اللي جوه المربع اسمه ريجستر فايل. شو يعني ريجستر؟ هذول جوه السي بي يو صح؟ يس، هذول جوه السي بي يو. كولكشن اوف ريجسترز مع بعض، المصطلح المعتمد هو ريجستر فايل. فاذا هذا زي الميموري، بقدر اخزن فيه معلومات، بقدر اقرا منه معلومات، لكنه موجود داخل البروسيسور. الان وجوده داخل البروسيسور بيخلي البروسيسور يقدر يشتغل بشكل أسرع، بدل ما يروح على الميموري البعيدة وعلى الميموري الكبيرة ويجيب ويدور على الفاليو اللي بده إياها، اللوكيشن بده إياها. أنا بجيب نسخة من الفاليو اللي موجودة هناك وبحطها في الريجسترز. فthis provides a faster way to access data. تمام؟ فأنا عندي في الريجسترز بيكون في كوبيز من الفاليوز الموجودة في الميموري. طبعاً مش كل الفاليوز، لأنه بقدرش أحط كل الفاليوز، بحط الفاليوز اللي عم بشتغل عليها الآن. طيب هذا الريجستر فايل تبع المبس فيه 32 General Purpose Register، أو اختصاراً بحكوا لهم GPRs General Purpose Registers. زي بقدر أتخيله زي كأنه زي الميموري. فحتى البروسيسور يقدر يقرأ ريجستر معين لازم يكون فيه، أو يكتب، لازم يحدد شو نوع الأوبريشن اللي بده يسويها، لازم يكون في عنده الرايت أدرس والرايت داتا. شو هدول الانبوتس؟ انه اذا بدي اكتب على ريجستر معين لازم احدد رقم الريجستر، ولازم اعطيه مين؟ الداتا. طيب how many bits do I need to specify the address of the register؟ اذا كانوا هدول عددهم 32 ريجستر، كم بت بدي حتى يعني أحدد رقم الريجستر اللي بدي أحكي معه؟ بدي لوج، إذا تتذكروا 32 مظبوط، اللي هي كم؟ 5. فإذا هون شو معنى هاي الخمسة الصغيرة؟ إن هدول 5 سلاك، 5 inputs عن طريقهم بيحملوا 5 bits، عن طريقهم بحدد رقم الريجستر اللي بدي أحكي معه. طيب الداتا اللي بدها تدخل على أي واحد من هدول الريجسترز كم حجمها؟ 32، لأنه أنا حجم الريجستر كم؟ 32 بت. فهذا إذا بدي أسوي رايت بستخدم هدول الانبوتس. وطبعاً هذا الانبوت مثلاً إذا كان 1 معناها ريد، إذا كان 0 معناها رايت، أو العكس ممكن أنا أحدد. إيش بدي كمان على هذا الريجستر فايل؟ ممكن أقرأ معلومات. فحتى أقرأ من ريجستر معين أنا بعطي الأدرس تبع الريجستر على شكل 5 بتس، والريجستر بيتجاوب معي وبيعطيني الكونتنت عن طريق الريد داتا بورت اللي هو اوتبوت، بيسوي لي اوتبوت للداتا زي الميموري. هيك الميموري بتشتغل. لكن المبس ريجستر فايل الانستركشن سيت بتعرف انه في له تو ريد بورتس، يعني انا بقدر اقرا تو ريجسترز
بنفس اللحظة. فعشان هيك في عندي read port 1, read port 2, data read 1, data read 2. طبعا هاي النقطة راح نشوف شو فائدتها لقدام شوي المرة الجاي. راح نشوف كيف انه في بعض في معظم الارثمتك instructions الموجودة في المبس ايزا بتحتاج تقرأ 2 values من الريجستر فايل. فاذا انا بدي اقرأ 2 values من الريجستر فايل عشان اجمع او اطرح، بدال ما اقرأهم واحدة ورا الثانية بقرأهم ايش in parallel، ببعث الادرس تبع الريجستر الاول والادرس تبع الريجستر الثاني بنفس الوقت. الريجستر فايل بتجاوب معي وبيعطيني التو فاليوز بنفس اللحظه. فهو لازم بمعنى اخر اللي بده يبني او بروسيسور ذات امبلمنتس الميبس ايزا لازم ياخذ في الاعتبار هذا الحكي، انه الريجستر فايل لازم يكون في له تو ريد بورتس، يكون في له تو ريد بورتس. بمعنى اخر يو كان ريد تو فاليوز سيمالتينيوسلي. واي ماني اوف ذا انستراكشنز ان ذا انستراكشن سيت requires reading two registers at the same time. تمام؟ فهذه أول component من instruction set architecture اللي هي registers. أنا كبروغرامر لازم أكون عارف شو في registers عندي عشان لما أكتب كود أعرف وين أحط values، أعرف شو في عندي registers أخزن فيها values اللي بدي أخلي البروسيسور يسوي عليها عمليات. تمام. هلا راح اتوقف هون انا، المره الجاي بناخذهم بالتفصيل بنشوف فعليا شو اسمائهم هدول الريجستر ومين فعليا اللي بقدر استخدمه حتى اخزن الفاليوز تبعت البرامج الموجوده في البرامج تبعتي. فبنشوف بالتفصيل اسماء هدول الريجسترز حسب وكيف تصنيفهم نيكست تايم. دكتور انا عندي سؤال. يا هاشم، في بالباوربوينت اللي اعطيتنا اياه في فيديوهين حكيت لنا نحضرهم، في واحد عن السكوت بروسيسور، ممكن اسالك عنه سؤال ولا هذا خارج مادتنا؟ بصير اسالني. هلا انا مش متذكر السكوت بروسيسور، بس هو لا هو بشكل عام كان بيحكي لي انه في البروسيسور موصول برام، تمام، وبيحكي انه الرام هو اللي فيه الانستركشن سيت. انا ما فهمت هذا ابدا، انا فكرت لا. انه السي بي يو اللي بيكون لا لا لا، الرام ما فيها الانستركشن سيت، الرام فيها البروغرامز اللي هم عبارة عن instructions وداتا. فيعني السي بي يو بيسوي use للبروغرامز اللي بالرام عشان يعمل الانستركشن سيت اللي عنده؟ لا 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 لا، السي بي يو مصمم بالهاردوير حتى يمثل او يسوي implementation للinstruction set. يعني انا باجي بحكي انا عندي بروسيسور بيجمع وبيطرح وبقسم وبضرب، فانا بجيب الهاردوير اللي بيسوي هاي العمليات. البرنامج اللي بكتبه ممكن يستفيد من هاي العمليات، فانا بكتب instructions بخزنها في الميموري، البروسيسور بيجيبها مصمم انه يجيبها يفهمها يسوي لها ديكود وينفذها. تمام دكتور، شكرا كثير. يعني أنا عارف الموضوع شوي بداياته، يعني أنا عشان هيك ماشي بطيء، يعني بدنا نفهم هذا الموضوع، إذا فهمناه بنرتاح. تمام، شكرا لك دكتور، أعطيك العافية. بنصح الجميع زي ما سوى هاشم إنه نتفرج على هدول الفيديوز بالذات تبع السكوت بروسيسور، هذا اللي هو يعني بروسيسور افتراضي بس بيعلمك يعني كيف بشكل عام البروسيسور بيشتغل وكيف بيسوي رن للبروغرامز بشكل عام على بشكل افتراضي. فاطلع عليه، يعني يمكن مش عارف قديش مدته، يعني 10 minutes plus minus ناس، يعني هو ربع ساعة شيء زي هيك، فبس مفيد جدا. It is very useful. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. هاي سلام. باللي قبل شوي انت كنت رسمه كان في كنترول من سلك عشان يعمل read أو write. نعم. بس انت انه حاط اصلا انه address للread address للwrite، ليه انه ليه في كنترول سيلكت؟ ليش مثلا في 3 ادرس وايرز او انه سيت اوف وايرز؟ صحيح، ملاحظه كثير حلوه هذه، بس ما راح اقدر اشرح لك اياها هلا. اوكي، يعني
بتيجي لقدام، بتيجي لقدام، بس ملاحظتك كثير جميله. يعني هو شلاب بحكي لك طالما انت محدد انه هدول للرايت وهدول للريد، ليش بدك تفهم، ليش بدك تفهم الريجستر فايل انه هي ريد او رايت اوبريشن؟ راح نشوف ليتر انه عاده انا ما بضمن، يعني اذا يعني ما يعني ما بقدر افصل هدول عن الباص، ما بقدر افصل هدول عن الباص، تمام؟ فدائما في فاليو هون، مش معناها انه عم اذا عم بسوي ريد انه هون هدول ديسكونكتد، هاي هي الفكره. فعشان هيك في فاليوز دائما هون، في فاليوز دائما هون، فانا لازم افهم الريجستر فايل شو الاوبريشن، هل بدي اسوي ريد واطلع على هدول او اسوي رايت واطلع على هدول. وراح تصير، راح تشوفها لما نبني البروسيسر، راح تشوفها. يعني ممكن الرايت هدول الادرس يكون موصول مع الريد ادرس هون، انه الباص تاعهم. يس يس. اوكي يس. يعني زي ما حكيت، مش معناها انه عم بسوي رايت معناها انه ما في معلوم، ما في داتا هون، ما في values موجوده هون، فانا لازم افهمه. وصلت دكتور، شكرا. تمام.